مدن كثيرة تشبه بعضها إلا القاهرة، جرائم كثيرة تشبه بعضها إلا هذه الجريمة. لو كنت فاكر إن أنت هتطفي فرحتي وتوسخ الدنيا الجديدة اللي أنا داخلها هتبقى غلطان. ملفاتك الوسخة كلها عندي. ملفات اللي بتتكلم عنها دي يا صافي دي جريمة، جريمة ما يتسكتش عليها. الزمان، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. فهيا بنا إلى عالم الفرح والمرح. المكان أفخم فنادق القاهرة. الحدث فرح الموسم، نجمة المجتمع صوفي سليم ستتزوج أخيرا بعد سلسلة طويلة من العلاقات الصاخبة. وما عملش فرح وأعزم فيه الناس ليه؟ بسرق ولا بعمل حاجة غلط؟ الكارثة، الفرح يتحول إلى فضيحة مدوية. على طول كده اشتغلت المسخرة. يا لسه بتيجي جاي. يلا فاروق، في قنبلة هتنفجر في القاعة. يلا فاروق. عمري ما عديت بأزمة زي دي. في حضور نجوم المجتمع من أهل السياسة والفن والإعلام والرياضة. لولا إن عارف إن الكابتن حسن شحاتة ومنتخب مسافرين في أنجولا أكيد كانوا هيجوا الفرح ده. مش أنت كنت عايز الصور؟ هي جات لك لحد عندك من غير ما تعمل قلق. السؤال، من الذي أفسد هذا الزفاف السعيد؟ أسماء كثيرة متهمة وشائعات كثيرة تناقلتها الألسنة. الناس ليه مش عايزة تسيبني في حالي؟ وأكفأ مفتش المباحث في العاصمة يجد نفسه متورطا في الحدث. في الصباح ينسى الجميع كل شيء بعد أن وقعت الطامة الكبرى، العثور على صافي مقتولة في جناح شهر العسل. صافي سليم اتقتلت النهاردة الظهر. بتقولي ايه؟ صافي غدر مذبوحة على السنة. السؤال الأخطر الذي يهز مصر الآن، من قتل نجمة القاهرة الأكثر إثارة للشائعات والفضائح؟ اوعى تفتكري ان الجريمة اللي حصلت دي مش هنتعكي فيها احنا برضو. عرسها شريف رازق جراح القلب القادم من أمريكا إلى مجتمع لا يعرفه، وعروسة اكتشف حقيقتها ولكن بعد فوات الأوان. ليك زدت عليا. مديرة أعمالها سميرة طلعت التي لن تنسى كيف جار الزمن عليها وأنصف صافي. عزيز الجبالي الوزير الذي كان يرتبط معها بعلاقات بيزنس قبل أن يصبح وزيراً. هل ينجح حسن باشا مفتش المباحث في حل هذا اللغز؟ أم أنه سيجد نفسه متهماً لأنه يخفي عن الجميع علاقة قديمة كانت بينه وبين القتيلة؟